السلام عليكم. اليوم غنوجدو مع بعضنا عجينه مورقه، يعني لاباط فويتي. عندنا هنا نص كيلو ديال الطحين، غادي نزيدو عليه شويه ديال الملحه، وواحد الكاس ديال الزيت، صافي. وغنعجنو العجينه ديالنا. الماكينه كدور، حنا كنخوي شويه دما شويه بشويه. ما خصهاش تكون خفيفه، ما خصهاش تكون قاسحه. صافي العجينه نحيدها من السيلوفان، كانت ملويه عندنا في السيلوفان. نرشو شويه ديال الطحين، نحلو العجينة ديالنا على هذا الشكل. ومارغارين راه هي كانت قاصحة، انا عجنتها بيدي شوية باش تولي لي مطلوقة ناحية البرد دابا. وفي الصيف راه ما كتكونش هكا، في الصيف عاود باش نخدمو بها خاصها تكون عندنا في الثلاجة، حيتنا خلينا ما غتطلقناش العجينة مزيان. كنضربو عليها شوية، لهذا الشكل. كنحطو المارغارين ديالنا في الوسط. نسيت قبيله، رانا خطات، راه كانت 625 غرام ديال الطحين على نص كيلو ديال المارغارين، سمحوا لي راه خطات قبيله. كنغطيو الزبده على هذا الشكل، كنخليو الزبده تبان. هنا كنوريكم الطريقه بروفيسيونيل. باش كتمشي لنا الزبده مع الطحين، تبعوا معايا المراحل ديال الطي ديال لاباط فويتي. عجينه مورقه خصها غير شويه ديال التركيز. المره الاولى كنطويوها على ثلاثة، انتم شوفوا على هذا الشكل على ثلاثة. كنهزوها، كنرشو الطحين، كندوروها. هادو كيوليو في الطول باش نضربوهم في الطول. سهله هي، ماشي ما كاينش مشكل فيها، غير كاين الناس اللي كتجيهم شويه صعيبه، ما مولفينش بالخدمه ديالها. والسلام. خدموها في الدار حسن ما تشريوها. دابا غنطويو على أربعة، والطي يكون عندنا مقاد. صافي، وغنخليوها ترتاح 15 ديال الدقائق، من بعد نوليو عاود نطويوها. صافي العجينه رتحت واحد 4 ساعة، ودرنا لها عملنا لها جوج ديال لي تور. التور الاولاني طويناه على ثلاثة، والتور الثاني طويناه على 4. دابا باقي جوج ديال لي تور، غنطويوهم على 4. خصنا الزبده تكون كتمشى مع العجينه، ما تخرجناش من العجينه، حيت كاين باش تكون لاباط فويتي ناجحه خص العجينه الزبده تمشى مع العجينه. الا بقات العجينه كتخرج من هنا ومن هنا، عرف بلي ان لاباط فويتي راه ما ناجحاش 100%. انتما شوفوا كي كتبان لكم الزبده في العجينه،
فيها نتوما ما كاين لا زبده خارجه ولا والو، يعني راه ناجحه. الا خرجت الزبده كيكون داك الفويطاج ديالها كيتخسر، ما كيبقاوش لي في على بعضهم. نطويها على أربعة كما قلنا. واخا كنضغط عليها وكنضربها بالدلاك الزبدة كتبقى هي هي. العجينة راه قلنا لكم درنا لها غير الزيت والطحين، الا كانت مخدومه مزيان بلا ما تحتاج تزيدوا مع العجينه حتى حاجه، صافي كتكون هي هذه ربط فويتي اللي معروفه. ملي نكونو كنطلقوها ما نخليوهاش غليظه، خاصها تكون السمك ديالها واحد جوج ولا ثلاثة ديال السنتيم. صافي دابا غنطويوها وتولي لنا العجينه جاهزه للعمل. كنعملو بها لي سوشون، كنعملو بها ميلفوي، كنعملو بها لي طارت، كنعملو بها بيتزا، كنعملو بها شكيلات بزاف ديال الشكيلات ديال الحلوى ديال لاباتيسري. دابا نوريهم لكم. دابا كتولي جاهزه زينه للعمل، كنلويها في السيلوفان ونحطوها في الثلاجه، يمكننا نحطوها حتى في الفريكو ماشي مشكل. دابا انا غنوريكم غنقطع العجينه باش تشوفوا. باش تشوفوا طبقات ديال الزبده والعجين باينين بالعين المجرده، فيه الزبده مخدومه مزيان. صافي كنلويها في السيلوفان كنحطوها في الثلاجه، فوق ما احتاجنا كنقطعو طريف وكنخدمو به. بالصحه والراحه، ابوناو معايا وديروا لي جيم وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.